يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. أول مرة أكون متحمس لجهاز بالشكل ده لسبب بسيط قوي. التصميم في الفئة الاقتصادية مهم قوي، لأن اللي بيدفع فلوس في الفئة الاقتصادية هو قليل لما بيلاقي تصميم شيك. فإحنا النهاردة هنتكلم عن الريلمي سي 63، موبايل اقتصادي وفيه مميزات قوية جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، ويلا بينا. ليه أكتر نقطة لفتت نظري هي التصميم؟ على الرغم من إن فريم الموبايل من البلاستيك، ولكن مديك شكل جمالي متصنفر كده، تحس إنه فريم ألمنيوم مع الظهر الجلد اللي فيه تضليعة خفيفة قوي، شكل الظهر شيك. الحركة دي بتحصل عادة في موبايلات الفلاكشيب، ولو حصلت في موبايل فئة اقتصادية ما بيكونش بالشكل ده في التصميم. كلمة ريلمي كمان هنا تبان انها محفورة في الظهر من تحت، وطبعا مش هقولك شكل الكاميرات هنا بيفكرك بايه. الظهر ده كمان مصنوع من مادة البوليمر، المادة اللي بيكون مقاومتها للصدمات عالية جدا، والجلد اللي محطوط شكله مش رخيص. فعلا الموبايل هنا التصميم ياخد 10 من 10. كل ده وما بتفقدش حاجة، بتاخد موبايل وزن خفيف 189 جرام، وبتاخد مقاومة لرذاذ المية والأتربة IP54. الشاشة هنا في الفئات الاقتصادية دي عادة بتكون IPS، وهو ده حال الشاشة. 90 هرتز ريفريش ريت عشان الناس اللي غاوية ألعاب، وعلشان الاستخدامات الطبيعية تبقى الشاشة بتستجيب معاك. النوتش هنا شكله قديم ولكن صغير، يعني مش هيضايقك في استخدام الشاشة. حاجة مهمة كمان في التصميم ان الموبايل هنا اقل من 8 ملي سمك، وده كويس جدا مع حجم البطارية 5000 ملي امبير. حجم الشاشة هنا تقريبا 7 بوصة الا ربع، يعني 6.75. شاشة هتخليك تتفرج على محتوى براحة للعين جامدة جدا، وتلعب جيمز وما عندكش اي مشاكل. حواف الشاشة مش كبيرة، ولكن الحافة السفلية هي اللي ممكن تكون كبيرة شوية. وعايز اقولك ان دي حاجة انا بلاحظها في كل موبايلات الفئة الاقتصادية، ما اعرفش دي بتكون متعلقة بايه الحقيقة، ولكن اي موبايل فئة اقتصادية لازم هتلاقي الحافة السفلية بتاعت الشاشة كبيرة. بيجيلك على الموبايل من الكرتونة اندرويد 14 مع واجهة ريلمي وآي 5، الواجهة الخفيفة السلسة اللي بتقدر تتعامل مع كل حاجة بسلاسة، وهتاخد تجربة استخدام ناعمة جدا. واجهة بيجيلها تحديثات كتير، وريلمي كمان مهتمة جدا في أجهزة الفئة الاقتصادية بالتحديثات. المعالج هنا هو يونيسوك تايجر تي 612، معالج ناس كتير لسه بتستغربه، ولكن أداء المعالج ده مقارب جدا لأداء معالجات ميديا تك، وبيديك أداء كويس جدا في الألعاب الخفيفة وفي الاستخدامات العادية، بيديك أداء قوي. يعني مش هتقدر تاخد تجربة ألعاب عالية جدا، ولكن هتاخد تجربة مقبولة، وفي التصفح والاستخدام هيكون الموضوع معاك سلس جدا. النسخة اللي متاحة من الموبايل 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة، وبتقدر تزود ذاكرة خارجية، بيكون ليها مدخل لوحدها، يعني ممكن تزود 128 تاني فيكون الموبايل معاك 256. كاميرا الموبايل الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والعدسة الأساسية دي بتصور وايد. عندك عدسة تانية بتكون أكسلري لينس، دي لتحسين جودة الصورة عن طريق سوفت وير ريلمي، والموبايل بيصور فول اتش دي 30 فريم في الثانية. كاميرا السيلفي كاميرا 8 ميجا بكسل، هتديك في إضاءة النهار صور كويسة جدا، وفي الإضاءات الليلية يعني هتساعد معاك، بس حاول إن أنت تبقى إيدك ثابتة وأنت بتاخد الصورة علشان تاخد صورة بجودة قوية جدا، لأن ده بيتم علاجه عن طريق السوفت وير. من الحاجات اللطيفة برضو الموبايل فيه ديوال سبيكر، وصوته واضح ونقي جدا، بالإضافة إن محبي الجاكل 3.5 هنا هيلاقوا اللي بيدوروا عليه، لازال الموبايل محتفظ بمدخل 3.5. أداءات المستشعر والبصمة الجانبية ممتازة، والموبايل فعلا أداؤه سلس وناعم، مفيش أي مشكلة مع المستشعرات، والبصمة استجابتها سريعة. نيجي لنقطة قوة بيحتاجها الناس اللي بيبقى معاها موبايلات فئة اقتصادية، وهي البطارية وسرعة الشحن. البطارية هنا 5000 ملي أمبير، هتقعد معاك تقريبا 8 ساعات مع شغل قوي جدا، وتقدر تشحن الموبايل في حوالي ساعة إلا ربع. رأيي في الموبايل، الموبايل هنا نازل في فئة ال 120 يورو تقريبا، أو 7000 جنيه، أو بتتكلم في حوالي 400 درهم، فيعتبر ده سعر كويس جدا لجهاز بيديك شكل لكجري مع امكانيات داخليه زي الفئات التانيه. فهنا التصميم فعلا يستحق الموبايل ده لقب ملك التصميم. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديوهات جايه، سلام.